إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل متتبعي قناة دواجن أبو علي، حياكم الله جميعا. هذا حلقة يعني أحببت أن أشارككم إياها. هذا عبد الرحمن ابني عبد الرحمن، بس عليك هذا الزاج تابعك، كانت شاف الميكا وتابعك. شنو كاين في ذيك الميكا سي عبد الرحمن؟ نعم، بقايا الطعام، وجد في ذلك الكيس بقايا طعام البيت، فيه يعني خضر وبقايا الطعام إلى آخره. انظر للدجاج كيف يتبعه. واسي عبد الرحمن لازم ما تخويش اليوم تنجي. هو الرجل سي هادشي اللي يبقى منه انت مسكين. هو هذا هو الدجاج الذي بقي عندي، لم يبقى عندي الكثير من الدجاج، بقي القليل فقط. بعت الكثير من الدجاج في الآونة الأخيرة وتركت لي هذه الدجاجات فقط وهذا الديك لكي يعني أنتج بعض البيض. لكن إن شاء الله تعالى هناك كما قلت في حلقات سابقة أنني سأبدأ برنامج آخر في التربية إن شاء الله تعالى. وهذه هي الدجاج البراهمة، سلالة البراهمة، أتيت بها إلى هذا المكان وضعت لهم العلف الذي دائما أضعه لهم، علف مركب خاص بالنمو لأنهم لا زالوا صغارا، لكن قريبا ليس دائما أعطيهم هذا العلف. فهناك أيضا بعض المرات أعطيهم علف آخر مثل أيضا بقايا الطعام والشعير والخبز المبلل بالماء إلى آخره. ها هو عبد الرحمن سيعطيهم بقايا الطعام أيضا. نفض هذيك، ها هو كوكيرت هذيك، نفضها مزيان كبليهم تما. يعني هذه الدجاجات يعني تعودوا على أكل كل شيء، ليس العلف المركب فقط وإنما تعودوا على أكل كل شيء. أرى ندخل عندك السي عبد الرحمن نشوف والفوق. لا لا ما تلوحش مال البلاستيك، خرجها خرجها شي برا، خرجوا برا لهذا البلاصة ديالو، خرج خرج داكشي كامل، داكشي كامل. حك ليهم حك ليهم تما، حك ليهم، حطك شي ناصر حك ليهم. قد ألفوا يعني معاملتي معهم أو الفوكة السي عبد الرحمن، ياك عطيهم ياكلوا. عندك ينقبوك، راه النقبة ديالهم واعرة شوية، واعرة النقبة ديالهم واعرة. أجي عبد الرحمن ما عندهمش الماء ولدي، شوف شوف راه الطاسة ديال الماء خاوية. لا الماء خوي لهم هذيك الطاسة ديال الماء، سمعتيني خوي هذيك الطاسة ديال الماء وشللها وعمرها بالماء الله يرضي عليك. ها هي هو هذاك البانيو ديال الماء راه تجدد. ها هو الماء سمعتيني، أجي من عطيهم زيد أسعود زيد نشوف ولفوا. قلت يا اخوان الكرام هذه الدجاجات التي بقيت عندي، دجاج البراهمة، هذه الدجاجات البلدية انظر إليها. وهذا هو إنتاج البيض في هذا الأسبوع تقريبا 7 بيضات، الحمد لله رب العالمين. يعني إنتاج البيض بدأ في التزايد ولله الحمد والمنة. هذه الدجاجات التي عندي لم تخرجوا مش لا الرحمن، لا أول ما هو فديك جيب سميتها عندها تخليهم عندك يخرجوا. شوف عبد الرحمن جيب البانيو تما شلو وهز الماء من تما. يلا هذه بقايا الطعام، وهذه هنا أيضا ديك واحد ودجاجتين. أن هذه الدجاجتين يعني دائما ما تفران من آلة المسكن، تقفزان من الشجرة إلى المكان الآخر وتفران دائما، هي الدجاجتان والديك. هذه شجرة الحامض، الليمون الحمد لله الحمد،
الحمد لله رب العالمين، يعني أصبحت تعطي ثمارا جيدة. هذا هو الليمون، لكنه ليمون مر، نسميه ترونج، لا يؤكل إنه مر. هذه شجرة نسميها ليزانون أو شجرة القشطة، تبت فيها أيضا الدجاجات. أخواني الكرام، هذه حلقة أحببت من خلالها كما قلت أن أشارككم بيومياتي مع الدجاج، وأعطيهم وجبة في الصباح ووجبة أخرى في المساء أحيانا. ساسر ديوم فيه معطش مشربوش. كما قلت أخواني الكرام، أعطيهم وجبة في الصباح ووجبة في المساء. حط ماشي مشكل، صف مزيان. لا غير خلي ما تقرا فيها الماكلة، لا خلي ما لا جيفها الكش، لا غير خلي هذا المغرق هذي اللي بغا تدخل عندهم ملفة. إذن أخوانكم ملفة معهم هذه الدجاجات. المهم أخوان الكرام، هذه حلقة لهذا اليوم، أرجو أن تنال إعجابكم. أحببت من خلالها كما قلت أن أشارككم يومياتي البسيطة مع الدجاج، وهذا هو الديك الأندلسي الأحمر. فدمتم في رعاية الله وحفظه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.